تحياتي لكل الزوار وأعضاء القناة في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. استفزاز جديد من الجانب الأثيوبي اتجاه مصر، وده اللي احنا متعودين عليه على مدار السنين اللي فاتت أو الشهور اللي فاتت. دايما أثيوبيا بتطلع بتصريح مستفز جدا للجانب المصري. قبل كده كنا بنعلق ونقول يا جماعة كل التصريحات اللي بتطلع بيها أثيوبيا ده مجرد بتجس نبض مصر، هتشوف رد مصر عليها هيكون شكله ايه. لكن الصراحة الرؤية دلوقتي بقت واضحة، التصريحات المستمرة للجانب الاثيوبي من غير شك اثيوبيا بتستفز الشعب المصري 1000000%. قبل ما ندخل دلوقتي ونعرف التصريح الجديد اللي بتستفز بيه الشعب المصري، يا ريت مفيش حد يعلق يا جماعة غير لما يسمع الفيديو للنهاية. انا عارف ومتاكد ان اكتر ناس هتعلق دلوقتي من اثيوبيا او من السودان ومش هيعجبهم الكلام اللي انا بقوله، ولكن عشان خاطري مفيش حد يعلق على الفيديو غير لما يعرف الهدف من الفيديو ايه، ويا ترى الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي صح ولا غلط، يا ترى احنا بنهاجم بيه اثيوبيا ولا لا. مع ان في البداية احنا لا بنهاجم لا اثيوبيا ولا السودان، من المصلحة المشتركة بين الأطراف الثلاثة. ده أول طلب. الطلب الثاني، يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يتم نشره على القناة. كل ده طبعا فضل وليس أمر. ندخل دلوقتي ونعرف إيه التصريح الجديد اللي طلعت بيه أثيوبيا وبتستفز بيه الشعب المصري. أنا هقرأ لكم التقرير فقرة فقرة، وكل فقرة هيكون ليها عنوان هنشرحه بالتفصيل. في البداية طبعا لم تكتفي أثيوبيا بالملء الأحادي لسد النهضة، بل بتصر على إطلاق التصريحات الاستفزازية التي من شأنها إثارة حفيظة الأطراف الأخرى اللي هي مصر والسودان، عقب إعلانها توليد الكهرباء من سد النهضة بحلول 12 شهر. كلنا عارفين ان الجانب الاثيوبي خد اجراء احادي وبدا في الملء المرحله الاولى لسد النهضه من غير ما يرجع لمصر ولا السودان، وقال انا حر ما دام انا على ارضي، سد النهضه حمليه وهبدا اشغله من غير ما ابعت اخطار لا لمصر ولا للسودان. والتصريح ده طالع كان مصرح بيه الجانب الاثيوبي، واحنا كنا منزلين سلسله فيديوهات عن الموضوع ده. أول تصريح كان موجه من أثيوبيا للسودان لما رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد بعت رسالة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقال له عايزين نوقع اتفاق جزئي لمرحلة الملء الأول سد النهضة، واللي ردت السودان عليه بالرفض التام وقالت مفيش توقيع أي اتفاق جزئي إلا بموافقة مصر بصفتها طبعا الطرف الثالث. خدوا بالكم السودان لو خدت الخطوه دي ووقعت او قامت بالتوقيع الجزئي مع اثيوبيا يبقى كده بتلعب على مصر، والسودان واعي النقطة زي كده. لما تقابل الطلب السوداني بالرفض للجانب الاثيوبي قالت احنا هنبدا نملى في سد النهضه في المرحله الاولى ومفيش داعي ان احنا نبعت اخطار لا لمصر ولا السودان. ده كان الرد الاثيوبي على الرد السوداني او الرفض السوداني. بعدها بفتره يعني مش كتيره تقريبا اسبوع اسبوعين، ولقينا اثيوبيا طالعه بتصريح وقالت مرحله الملء الاول سد النهضه هتكون في شهر يوليو اللي فات. احنا في الاول قلنا ده يمكن يكون تصريح مستفز زي التصريحات اللي كانت بتطلع بيها قبل كده، ومش مستحيل ان اثيوبيا تاخد هذه الخطوه الا لما ترجع لمصر والسودان. لغايه دلوقتي المفاوضات شغاله من 2012، من التحديد من 23 مارس 2015 ما وصلناش لاي نتيجه. فهل معقول اثيوبيا تاخد الخطوه الجريئه او الخطوه الاستفزازيه وتبدا تملى في سد النهضه من غير ما توصل لاتفاق مع مصر او السودان؟ ده مستحيل. كل الناس اللي كانت بتعلق على الفيديوهات اللي انا كنت بنزلها او
على الاخبار على السوشيال ميديا كانت بتقول مستحيل اثيوبيا تاخد او تمشي في هذه الخطوه، والا كده يعتبر بتلعب بالنار. هي بالفعل بتلعب بالنار بعد الخطوات الاحاديه اللي بتاخدها والتصريحات اللي بتطلع بيها من الوقت للتاني. فعلا اثيوبيا بتلعب بالنار. المهم احنا سكتنا ما اتكلمناش وقعدنا نتابع ملف سد النهضه لحظه بلحظه. كل خبر كان بيتم نشره على السوشيال ميديا كنا من الاول بنتاكد منه، نتصفح اكتر من موقع اخباري عشان نتاكد اذا كان الخبر ده جديد ولا قديم. انا طبعا عارف ان في مواقع كتير على السوشيال ميديا بتجيب اخبار قديمه وبتنشرها، ودي بيهم كل اللي بيهمهم طبعا نسبه المشاهده، اللايكات، الحاجات اللي كلكم عارفينها. لكن احنا متعودين على القناه وصدقوني احنا مش بنحب ننشر اي خبر الا لما نكون متاكدين منه، عشان يكون بس في صدق بين القناه وبين مشاهديها او زوارها. قعدنا نتابع من شهر 4 لغايه شهر 7 يا ترى اثيوبيا هتعمل ايه في ملف سد النهضه. المفاوضات اللي كانت في السودان في البدايه فشلت. المفاوضات اللي كانت بينها وبين في القاهره عن طريق طبعا الفيديو كونفرنس بس مباشر فشلت. حتى الوساطه الامريكيه اللي كانت في شهر 2 اللي فات وكان في اجتماع في واشنطن وللاسف اثيوبيا هربت منه، ده ايضا فشل. بعد كده اتجهت مصر للاتحاد الاوروبي واظن ده حقها. انا بدافع عن شعبي وبدافع عن ارضي، مفيش حد يلومني على اللي انا بعمله. يا ترى يا مصر الوحدات اتحركت؟ لا، السودان ايضا اتحركت وبعتت رساله للاتحاد الاوروبي وبتقول له يا ريت ملف سد النهضه يتحل في اقرب وقت ممكن عشان الازمه ما تزيدش لا مع مصر ولا مع السودان. يا ترى مصر والسودان بس اللي اتحركوا؟ لا، كان في تحركات كتيره من الجانب الاثيوبي، واللي قامت بيها الرئيسة الأثيوبية لأكثر من دولة أفريقية، والتفاوض كله كان عشان موضوع سد النهضة. لما رجعت مصر واتحركت للاتحاد الأوروبي قامت القيامة وكل التصريحات الأثيوبية مصر بتتحرك للاتحاد الأوروبي. يعني أنا أرد وأقول إيه؟ هي مصر مش من حقها تدافع عن ميتها؟ مش من حقها تدافع عن شعبها؟ هي مصر ديت 3 4 مليون 5 مليار متر مكعب هيكفيهم؟ ده 100 مليون نسمه موجوده على ارض مصر، ربما تزيد عن كده طبعا. يبقى الحصه اللي عايزه تديها اثيوبيا لمصر واللي هم ال 33 او ال 35 مليار متر مكعب، يا ترى دول هيكفوا شعب بيشرب ولا هيكفوا الاراضي الزراعيه؟ في البدايه كان بيوصلنا 55 مليار متر مكعب وللاسف ما كانوش بيكفوا. فلما يكون 55 ما بيكفوش يبقى ال 35 او ال 30 دول اللي هيكفوا. لو رجعنا الخطوه لورا شوف ال 35 ال 55 مليار كان وقتها تعداد الشعب المصري قد ايه؟ فالمفروض الشعب بيزيد، المفروض حصه الميه بتزيد، لكن اثيوبيا مش عايزه كده. ويمكن كان في تصريح كان طلعت بيه باحثه اثيوبيه وانا كنت منزل فيديو على القناه والصراحه كان مستفز. كل كلمه التصريح كان مستفز جدا للجانب المصري وعلى فكره والجانب السوداني، ولكن السودان للاسف ما ردتش. انا نزلت الفيديو واكثر الناس اللي علقوا كانوا من مصر، ورد اخ من اثيوبيا وقال ان الاتفاقيه اللي كانت مع مصر دي اتفاقيه قديمه يعني مش معترف بيها، دي من ايام الانجليز واحنا دلوقتي بنصلح الغلط. الكلام ده كان على لسان واحد من اثيوبيا كان معلق على الفيديو. رد واحد من السودان
كان بيعلق تعليق عادي وما ردش. طب يا ترى انا دلوقتي بدافع عن مصر او بدافع عن الشعب المصري، يا ترى انت ليه ما بتطلعش وبتدافع عن السودان والشعب السوداني؟ هي التصريحات اللي طلعت بيها الباحثة الاثيوبية كانت مستفزة لمصر لوحدها ولا للسودان؟ انا اتكلمت يا جماعة بما فيه الكفاية على هذا الفيديو، وكنت اتمنى ان ناس كتير من مصر تطلع وترد زي ما انا رديت، لكن للأسف الشديد كل الردود كانت قليلة جدا. المهم تمادت اثيوبيا في التصريحات بتاعتها، وقلنا يا جماعة دي تصريحات يعني ملهاش اي لازمة، كلها جس نبض للشارع المصري او للدولة المصرية، وعايزة تشوف رد فعلها تكون ايه. فما تاخدوش الموضوع يعني على الصدر، وان شاء الله ما فيش حاجة هتحصل. ومش معقول اثيوبيا يعتبر اخت مصر، بصفتها ان احنا الدول الافريقية او الدول العربية كلهم اعضاء في جسد واحد. فكل التصريحات اللي بتطلع فيها اثيوبيا ما تاخدوش عليها الا لما يطلع تصريح رسمي من الحكومة. انا لا هاخد بتصريح طالع من باحثة اثيوبية ولا من ناشط سياسي ولا من اي شخصية معروفة في اثيوبيا، ولكن انا باخد التصريح الاكيد لما تطلع بيه الحكومة الاثيوبية. وقفلنا الباب على هذا الموضوع، واتفاجئنا في شهر 7 اللي فات ان اثيوبيا بتنشر فيديو، يعني هو مدته مش دقيقة، ثواني تقريبا 40 ثانية او اقل من دقيقة، ونشرت الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقالت هذا الفيديو هو المرحلة الاولى لملء سد النهضة. ترى الناس اتفاعلت مع هذا الفيديو ازاي او مع هذا الخبر ازاي؟ مش هقول لكم ان ما كانش في غضب في الشارع المصري، كان في غضب وقوي جدا، لدرجه ان في ناس كانت بتعلق كتير على الفيديو، وانا نزلت فيديو على فكره عنه، كانت بتعلق وتقول هو انتوا كنتوا فاكرين ان اثيوبيا مش بتلعب من ورا مصر او من ورا السودان؟ احنا كنا عارفين ومتاكدين خلال الفتره اللي فاتت اثيوبيا بتلعب من ورا مصر والسودان، والدليل قدام الفيديو اللي نشرته اثيوبيا قدام عينيكم. هي قالت في شهر 4 ان هنبدا الملء في المرحله الاولى سد النهضه في شهر 7، والكلام ده احنا ما كناش متاكدين منه ومش مصدقينه. يا ترى بعد ما انت شفت الفيديو دلوقتي اثيوبيا كانت بتتكلم جد ولا كانت واخده الموضوع هزار؟ كده فعلا في ناس من التعليقات كتير اللي كانت توصلنا، فعلا اثيوبيا بتلعب ورا مصر من ورا مصر، والدليل الفيديو اللي نشرته. يا ترى هي طلعت وكذبت هذا الفيديو؟ لا، ولكن التعليق الاثيوبي كان عليه على الفيديو دي المرحله الاولى لملء سد النهضه، وطلعت بتصريح بصراحه كان عجيب جدا. طلعت وقالت المرحلة الأولى لملء سد النهضة كانت نتيجة الأمطار الكثيفة أو الغزيرة على الأراضي الأثيوبية. أنا شفت التعليق أو شفت التصريح الصراحة حتى أضحك. هو في الفترة اللي فاتت كان في أمطار كثيفة فعلا في أثيوبيا؟ يعني السيول اللي حصلت في السودان أنا سمعت بيها وتم الإشارة على السوشيال ميديا. اي دولة بيحصل فيها سيول او فيضانات بيتم الخبر عنها على السوشيال ميديا، لكن ما شفتش ولا خبر طالع على اثيوبيا وقال ان فيها سيول او فيها امطار كثيفة خلال الفترة اللي هو من شهر 4 لشهر 7. فهل معقول الامطار ملت المرحلة الاولى سد النهضة؟ طبعا الكلام غير حقيقي بالمرة، ولو حقيقي يا ريت اثيوبيا تطلع دليل على الكلام اللي هي بتقوله، اصل انا مش شايف حاجه غير كده. انا راجل ربنا خلق لي عقل، تمام، بفكر بيه، مش حاطط صباعي في بقي عشان اي تصريح يطلع على السوشيال ميديا ان انا اصدقه. ولكن عايز تجاوب لي او تقنعني بحاجه اديني الدليل والبرهان، فبالتالي انا هبصم لك بالعشره واقول لك انت صح. ما
مفيش دليل تقدمه لي يبقى انت بتضحك عليا. ما هو ملاش رد غير كده. طبعا التصريح اللي طلعت بيه اثيوبيا وقالت ده بسبب الامطار والكلام ده كله ما دخلش في دماغ اي واحد مصري او اي واحد عربي، وانا متاكد مليون في الميه حتى ناس في اثيوبيا مش مصدقين. هو هتفكروا ان في ناس كتير في اثيوبيا، الشعب الاثيوبي على فكره شعبه محترم جدا ومش بيحب الاذى لاي شعب سواء افريقي او غير افريقي. فاحنا مفيش عداوه بيننا وبين الشعب الاثيوبي، شعب بنحترمه جدا، ولكن دي سياسه للقياده. لكن يا ترى القياده دي من دماغها؟ لا. وده للاسف الشديد. انا دايما بحط القياده، قياده اي دوله فوق راسي من فوق لما تاخد القرار من دماغها. لكن ما تمشيش ورا قرارات خارجيه. ودي نقطه هتكلم عنها ولكن في نهايه الفيديو لو كان لنا وقت. هنشوف دلوقتي بقى باقي التقرير والتصريح اللي طلعت بيه اثيوبيا. طبعا لعل احدث التصريحات اثيوبيا المستفزه اللي قالته رئيسه اثيوبيا، وقالت بان السد الكهرومائي الجديد هو طبعا سد النهضه العملاق الذي تم بناؤه على يد بلادها وعلى النيل الازرق سيبدا توليد الكهرباء في غضون 12 شهر. يعني 12 شهر من دلوقتي هتبدا اثيوبيا في انتاج الكهرباء اللي وعدت بيها الدول الافريقيه واللي وعدت بيها شعبها. وتابعت الرئيسه الاثيوبيه وقالت هذا العام سيكون العام الذي سيبدا فيه سد النهضه الاثيوبي العظيم في توليد الكهرباء. يا ترى من توربين واحد؟ لا، من اثنين. يعني دايما كنت بشوف تصريحات في من الجانب الاثيوبي ان هيتم توليد المرحله الاولى للكهرباء عن طريق توربين واحد، ولكن في التصريح اللي طلعت بيه رئيسه اثيوبيا قالت هيتم توليد الكهرباء مش عن طريق توربين واحد ولكن عن طريق اثنين. يا ترى التصريحات دي كلها مش مستفزه للشعب المصري؟ لا طبعا مستفزه من الدرجه الاولى. ترى ايه الفقرات اللي احنا هناخدها في هذا التقرير والعناوين اللي خدوا بالكم منها عشان هنقرا التفصيل بعد تحت منه، تمام؟ اول تصريح اللي يعتبر مستفز صبر بس الصوره عشان الصوره تقريبا غامقه، تمام كده. اول تصريح طلعت بيه اثيوبيا قالت النيل لينا. خدوا بالكم من عناوين او عنوان الفقرات اللي انا بقراها، العنوان مهم جدا. قالت النيل لينا. هل النيل ده محتكر لدوله بعينها؟ يعني ممكن مصر تطلع بتصريح وتقول النيل ده يخصني انا؟ لا. هل ممكن تطلع السودان وتقول التصريح النيل ده يخصني انا؟ لا. ولا مفيش اي دوله افريقيه طلعت وقالت هذا التصريح. النيل لينا. ما فيش غير اثيوبيا لوحدها. وهنوركم دلوقتي هي قالت ايه تحت هذا العنوان. كانت اثيوبيا اعلنت رسميا انجاز المرحله الاولى من ملء سد النهضه الاثيوبي. وهنأ وزير الخارجيه الاثيوبي جيتو مواطنين والشعب الاثيوبي باتمام بلاده للمرحله الاولى من ملء خزان سد النهضه. زي الفل. وقال جيتو في تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر تهانينا سابقا، كان النيل يتدفق والان اصبح في بحيره ومنها ستحصل اثيوبيا على التنميه المنشوده اللي كانت بتتمناها على مدار السنين اللي فاتت. في الحقيقه النيل لينا. ده التصريح اللي طلع بيه وزير الخارجيه الاثيوبي وقال النيل لنا. هل في قائد في اي دولة ممكن يولع الدنيا ويطلع بهذا التصريح ويقوله؟ عجب.
عنوان الفقرة الثانية من الاستفزاز اللي قامت بيه اثيوبيا، قالت نهاية الاستخدام غير العادل لنهر النيل. ده عنوان الفقرة اللي انا هحاولها دلوقتي. سابقا اعلن نائب رئيس الوزراء الاثيوبي ديميكي مكنون ان اتمام المرحلة الاولى من عملية ملء سد النهضة يمثل انجاز تاريخي لاثيوبيا، يدل على نهاية عهد استخدام نهر النيل بشكل غير عادي، مضيفا ان اليوم الذي تم فيه وضع حجر الاساس لسد النهضة بشر بالفصول التاريخية لعملية السد. طبعا ايه المقصود بالجملة اللي هو قالها؟ لو انتوا فاكرين او الناس اللي سمعت على القناة الفيديو اللي كنت منزله عن تصريحات الباحثة الاثيوبية، واللي قالت فيه بالنص مصر مش من حقها تطالب بحصص المية واللي هي 55 مليار متر مكعب، دي اتفاقية قديمة ايام الاحتلال الانجليزي وعفى عليها الزمن والمفروض دلوقتي نصلح المسار. طب ينطبق على التصريح اللي طالع فيه دلوقتي وقال نهاية الاستخدام الغير العادل. يعني هم بيقولوا في الاول او قبل سد النهضة كان الاستخدام لنهر النيل كان غير عادل، ودلوقتي هما بيصلحوا او بيصححوا المسار ده من وجهة نظرهم هما. في الفقرة الثانية او الثالثة في التقرير واللي طلعت بيها اثيوبيا وقالت لسنا ملزمين بالتوصل لاتفاق. خلوا بالكم يا جماعة من النقطة دي مهمة جدا عشان تعرفوا ليه اثيوبيا بتتهرب من الاتفاقية او من اي اجتماع بيتم بينها وبين مصر او السودان. تمام؟ لم تتوقف التصريحات الاستفزازية من اثيوبيا، بل قال وزير الخارجية الاثيوبي غيتو ان بلاده ليست ملزمة بالتوصل الى اتفاق قبل ملء سد النهضة. والكلام ده طلعت بيه على لسان اثيوبيا كتير وتصريحات كتيرة، وقالت احنا مش ملزمين باي اتفاق قبل ملء سد النهضة. واضاف غيتو في التصريح بتاعه وقال ملتزمين بالجدول الزمني لملء سد النهضة مهما كانت العواقب. يعني بيقول ان احنا هنملأ سد النهضة مهما كانت العواقب، سواء وقفت مصر او ما وقفتش مصر. هل ده كلام معقول؟ هل ده كلام ممكن يطلع من قيادي في دولة؟ المهم تابع كلامه وقال ملتزمين بالجدول، خدوا بالكم بالجدول الزمني لملء سد النهضة، ده من وجهة نظره هو. يعني احنا حددنا ميعاد لملء المرحلة الأولى لسد النهضة، شاءت مصر أو أبت. ده اللي أنا فهمته من التصريح بتاعه. لو أنا فهمت غلط يا ريت حد يطلع لي على الفيديو ويعلم ويقول لا النقطة اللي أنت بتتكلم فيها غلط، ولكن الصح بتاعها كده. هكون شاكر جدا. وأضاف جيتو ملتزمين طبعا بالجدول الزمني لملء سد النهضة مهما كانت العواقب، ولن نتوسل لمصر أو السودان للسماح لنا باستغلال مواردنا المائية. ونفكر لمصر لما بتتكلم أو عايزة توصل لاتفاق مع اثيوبيا إن هي عايزة اثيوبيا تتوسل لمصر أو السودان. حبيبي مين قالك الكلام ده؟ اثيوبيا عمرها ما طلبت مصر عمرها ما طلبت من اثيوبيا إنها تتوسل ليها، ولكن هنتكلم في المصلحة المشتركة بين مصر وبين السودان وبين اثيوبيا. ما طلبناش ان في دولة تتوسل لدولة تانية، طبعا ده شيء مرفوض وبعيد عن الانسانية بالمرة. هات لي دليل واحد على التصريح اللي انت طالع بيه ان مصر عايزة تخلي اثيوبيا تتوسل ليه. مفيش. ولكن التصريح ده من دماغك. الفقرة الرابعة من او الخامسة من التقرير، طبعا التصريحات الاستفزازية اللي احنا بنقول عليها من الجانب الاثيوبي، اثيوبية بتعطي وعود وهمية. بمعنى تعطي اثيوبيا وعود وهمية لدفع المفاوضات نحو الهاوية او الفشل بعدما اطاحت بالاسس التي كانت ستبدأ بمواجبها المفاوضات. وده اللي احنا شفناه من ايام
الاجتماع اللي كان في السودان وكان في امريكا وكان في القاهره وكان في الاتحاد الاوروبي وكان في الاتحاد الافريقي، كلها وعود وهميه، كل اللي هدفها ان انا اكسب وقت. اعطل في المفاوضات مش مشكله، ولكن على الاقل يكون انا خلصت من بناء سد النهضه وابدا املاه واشغله واحط مصر والسودان امام الامر الواقع. ده اللي كان بيدور في دماغ اثيوبيا خلال الشهور او السنين اللي فاتت. طبعا تعثرت المفاوضات بسبب مراوغة اثيوبيا، وده كان مكشوف للناس كلها. المراوغ اثيوبيا عرض مستمر، كل اجتماع بتطلع اثيوبيا بحجة جديدة، وفي النهاية الاجتماع مش بيرجع او بيعود غير بالفشل. تمام. تعثرت فيما مراوغة اثيوبيا في التوقيع على اتفاق ملزم قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف. يا ترى أثيوبيا أخذت بهذا البند؟ لا. كل الوعود إن أنا مش هضر مصر، إن أنا مش هضر السودان، ولكن اللي إحنا شايفينه ضرر علني. حد يقدر يقول غير كده؟ في الوقت، خدوا بقى بالكم من النقطة اللي جاية، لأن النقطة مهمة. في الوقت اللي أثيوبيا بتحط وعود وهمية، بتطالب الحكومة الأثيوبية مصر والسودان بالتوقيع على وثيقة بتمنحها الحق في تعديل شروط اتفاق بشأن سد النهضة من جانب واحد. اي عقل يقبل هذا المنطق؟ يعني انت الاول عايز تضرني، تاني حاجه بتعمل على فشل المفاوضات اللي بقالها سنين او شهور، تالت حاجه بتدي وعود وهميه ومش ملزم باي اتفاق، وفي نفس الوقت عايز تطالبني انا او السودان بالتوقيع على وثيقه بتمنح اثيوبيا الحق في تعديل شروط اتفاق بشأن سد النهضة من جانب واحد، طبعا هو الجانب الأثيوبي. ده أي عقل يقبل هذا المنطق أو هذا الكلام؟ لو أنت عايزني أوقع يبقى إدينا حقي، لو عايز السودان توقع يبقى إديها حقها، وبالتالي الدولتين هيوقعوا لك هما مغمضين ومش هيتكلموا. لكن كل الكلام اللي أنت بتتكلم فيه يبقى أنت بتدور على مصلحتك وبس، ما بتدورش في مصلحة مصر أو مصلحة السودان، وبالتالي مصر ما عمرها ما هتوقع لك ولا السودان هتوقع لك إلا لما تديهم الضمانات اللازمة اللي أنت طبعا عمرك ما هتديها، لأن الهدف الأثيوبي واضح. ده كان هذا التقرير يا جماعة. شفتوا الاستفزاز الأثيوبي وصل لحد فين؟ طبعا ناس كتير هتعلق وتقول لي هو ده استفزاز؟ طبعا استفزاز. امال اللي انت شايفه ده ايه غير استفزاز؟ هل ليه اسم تاني؟ لو ليه اسم تاني اطلع وقول لي، صحح لي المعلومه اللي انا مش فاهمها. يعني انا هقول لكم العناوين بس يا جماعه، طبعا انا قريت لكم فقره فقره من التقرير، ولكن هقول لكم العناوين وشوفوا العناوين دي مستفزه لمصر ولا لا. أول تصريح قال النيل لينا، اللي قاله وزير الخارجية، هل ده مش استفزاز؟ تاني تصريح نهاية الاستخدام الغير العادل لنهر النيل، واللي أعلن فيه بيه رئيس نائب رئيس الوزراء الأثيوبي، وقال إن إحنا بنصلح اللي كان غلط في الأول، يعني الاتفاقية بتاع الزمان غير معترف بيها، ولكن إحنا عايزين نعمل اتفاقية جديدة بناءً على اللي بيدور في دماغه. تمام. النقطة الثالثة، قال لسنا ملزمين بالتوصل لاتفاق مع مصر أو السودان، هل ده استفزاز ولا لأ؟ النقطة الرابعة، أثيوبيا بتعطي وعود وهمية، وده من غير ما أتكلم فيه، كل الناس اللي بتسمعني أو بتشاهد هذا الفيديو متأكدة في مليون في المية إن كل الوعود
اللي اديتها اثيوبيا خلال الفتره اللي فاتت وهمية، يبقى انا صح ولا غلط؟ اسف اللي طالع لكم في الفيديو، ولكن كان لازم اجيب التقرير من كل الجوانب. اتمنى لكم السلامه وانتظرونا.